أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أعزائي المشاهدين، تنطوي الحالة الدينية في مصر على قضايا كثيرة، خاصة في هذه المرحلة المهمة والتي تستعد فيها البلاد لإجراء أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير. ومن أهم هذه القضايا مسألة توظيف الدين في الدعاية الانتخابية، سواء كان ذلك عبر الشعارات أو من خلال المنابر الدعوية، وبخاصة في ظل سيطرة كثير من التيارات أو ما يعرف بتيارات الإسلام السياسي على عدد كبير من المنابر. حول هذه القضية أو في إطار هذه القضية تأتي حلقة هذا الأسبوع من برنامج سياسة في دين، ويسعدنا أن يكون معنا فيها فضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس قطاع الشؤون الدينية. أهلا بك معنا فضيلة الشيخ. كل سنة وانت طيب، والأمة الإسلامية ومصر بخير إن شاء الله. نعم فضيلة الشيخ، انطلاقا من الوضع الراهن والدخول على الانتخابات، يعني أسابيع قليلة وسنكون في أوج عملية الدعاية للانتخابات البرلمانية، أو هي أيام قليلة وتبدأ بالفعل، كيف تنظر إلى قضية توظيف الشعارات الدينية لصالح العملية السياسية أو لصالح بعض تيارات الإسلام السياسي؟ هو في حقيقة الأمر، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نفرق بين أمرين. أولا، علاقة الدين بالسياسة علاقة أخوية متينة، لا نفرق ولا نستطيع أن نفرق بين الدين والسياسة بأي حال من الأحوال، لأن الإسلام هو نظام له أحكامه وله دساتيره وله علاقاته المتعددة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان رئيسا لدولة مدنية تستمد جذورها من الدستور السماوي، ذات جذور دينية، لكن هذه السلطة ليست سلطة دينية بأي حال من الأحوال. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة المنورة وبها أطياف متعددة وأجناس متنوعة، الكل كان على أرض المدينة المنورة تعمه العدالة والمساواة والإخاء، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما نعلم بأن هناك صحيفة المدينة أو كتاب المدينة هو بمثابة الدستور، أعطى لكل ذي حق حقه وصار الكل أمة واحدة. نعم، يعني أفهم من كلام حضرتك هذه المقدمة أنه لا فصل، لا يمكن الفصل بين الدين والسياسة كما يطالب البعض من الأحوال. أما أن نستخدم الدين كرداء نحقق به أهداف معينة، فهذا هو الذي يرفضه الإسلام وينبذه الإسلام. يعني الخط الفاصل سيادتكم، الخط الفاصل بين أن الدين الإسلامي دين شامل ولا يمكن فصله عن السياسة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حاكم للدولة، وكان ينطلق حتى من المساجد في الحروب، في الخروج إلى الحروب وفي المشاورات، مشاورات الدولة. كيف نفصل بين هذا وبين استخدام الدين لبعض الأغراض السياسية أو للحصول على مصالح سياسية؟ نعم، هذه هي المشكلة التي نواجهها في يومنا. أولا، من حق إنسان أن يتقدم سواء كان متدين، يعني الإخوان المسلمين لهم الحق في أن يتقدموا الانتخابات، ولا والسلفيون كذلك وغيرهم من الفئات الأخرى بما فيهم الإخوة المسيحيون، من حقهم أن يتقدموا الانتخابات. أما أن نستخدم الدين في تحقيق أهداف معينة، هو هذا الذي يرفضه الدين بأي حال من الأحوال. ولذلك يجب علينا أن نجنب بعض الشعارات الدينية التي يرفعها البعض، وإلا كل يعمل على شاكلة، كل واحد له هدف معين، وحنخش في نزاعات وأمور لا يحمد عقبها والدين منها براء. أنا راجل من الإخوان المسلمين أو من السلفيين أو من الإقباط أو الحزب الليبرالي أو غيره أو غيره، ما الدين من حقي إن أنا أتقدم الانتخاب،
وليس هناك حجر على أحد، لكن أن أستخدم بعض الشعارات لتحقيق المصالح وتوظيف الدين لمصالح فئوية أو شخصية أو منافع دنيوية، هي دي المشكلة التي يعني معاني منها الآن. هناك فتوى أعزائي المشاهدين صدرت منذ عدة أيام تحديدا من دار الإفتاء المصرية، تقول أن لجوء بعض الأفراد والجماعات لرفع أي شعارات ذات صبغة دينية بأنه أمر لا يبيحه الشرع، لأن أصحابها يسعون للعب على مشاعر الأفراد وميولهم الدينية، مما يسفر عن حالة من الكذب والنفاق، وهو ما يجرمه الإسلام. حتى أن هذه الفتوى أيضا رفضت استخدام الآيات القرآنية في سياق الدعاية الانتخابية. تعليقك على هذه الفتوى؟ يعني الحقيقة يعني إحنا لدينا الحمد لله رب العالمين دار إفتاء قوية، والمفتي رجل ذو ثقافة وحكيم، وهذه الفتوى يجب أن نلتزم بها، لأن الحقيقة يعني هي المنوطة، دار الإفتاء المصرية هي المنوطة بأمر الفتوى، وهذا ما تضمنته الفتوى هو عين الحق، وهو ما يتواءم مع صحيح الدين الإسلامي، ويجب على الجميع أن يلتزم، بالإضافة لأن هناك قانون الدولة يمنع أيضا استخدام هذه الشعارات، ونحن نؤمن بالنظام ونثمن النظام، وللحاكم أن يقيد المباح، فلا بد أن نلتزم بالقانون. يعني فضلا عن هذه الفتوى هناك القانون الملزم بهذا الشأن، ومن حق رئيس لجنة الانتخابات أنه هو أيضا يستخدم الإجراءات القانونية لكل من يستخدم الشعارات الدينية. هذا الكلام ينطبق على شعار الإسلام هو الحل؟ نعم. ينطبق نعم على شعار الإسلام نعم هو الحل؟ نعم. على الرغم من أن جماعة نعم الإخوان المسلمين حصلت على أحكام كثيرة من عدة محاكم تقول أن شعار الإسلام هو الحل، ليس شعار ديني، وأنه ما هو يعني منهج حياة من الممكن استخدامه في العمليات السياسية. للحقيقة هم تراجعوا عن الموضوع وقالوا سنحمل يعني سيكون الشعار في الانتخابات القادمة للإخوان عموما نحمل الخير لمصر، لكن نتحدث عن شعار الإسلام. أنا كراجل مسلم أو راجل ليبرالي أو مسيحي أعرض برنامجي الانتخابي، لأن الحقيقة أنا عايز أقول أن عضوية مجلس الشعب هي في حقيقة الأمر تكليف وليس التشريف، والحقيقة عضو مجلس الشعب إذا كان داخل مخلص العمل لله رب العالمين لابد أن يعلم جيدا أن عضوية المجلس فيها من المرارة ما فيها. يمكن العضو إذا أراد الإخلاص وخدمة بلده ووطنه بالفعل لا يستطيع أن ينام الليل ولا يستطيع أن يهدأ بالنهار، عمل متواصل. فيعني أناشد السادة الحقيقة المتقدمين أو المرشحين للجولة القادمة أن يتسموا بالحكمة والحيدة والعقلانية، ونبتعد عن المهاترات والمشاحنات، لأن كما قلت هي تكليف وليست تشريف. لكن اسمح لي حضرتك، من الواضح أنك رافض تماما لفكرة استخدام الشعارات الدينية أو الآيات القرآنية في سياق الدعاية الانتخابية، لكن كيف تواجهون ذلك وهناك مساجد كثيرة للحقيقة أنتم لا تسيطرون عليها، المساجد الخاصة بجماعة أنصار السنة بالجمعية الشرعية، وهناك حالات لاستخدام بعض هذه المساجد للدعاية الانتخابية أو للدعوة لحزب سياسي ما؟ يعني أولا أؤكد على عدة حقائق، لابد أن نعلم جيدا بأن المساجد لها قدسيتها، المساجد لها دورها، ولذلك هذا الدور كما قال ربنا تبارك وتعالى وبينه بقوله، يعني نصوص قرآنية لا جدال فيها، يقول المولى أولا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أعتقد بعد هذه الآية التي بيّنت القول الفصل بأن المساجد يكون يجب أن تكون أن يكون العمل فيها لله خالصا. ثانيا أيضا نطالع قول الحق سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، الهدف أو الغرض أو رسالة المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
إلى آخر الآية الكريمة. أعتقد أن رسالة المسجد وضحتها الآية الكريمة لكل ذي عقل وبصيرة. جميل. بالإضافة يعني نجد أن هذا الرجل الذي فقد دبته حين وقف ينشد، يعني رجل صاحب ضرورة وألجأ إلى هذا، وكما نعلم أن الدب هي وسيلة المواصلات في القرون الأولى في العهد فجر الإسلام، منع أن يستخدم المسجد حين ناشد الرجل ضالته انشاد الضالة. الرسول صلى الله عليه وسلم دع لا رد الله عليك ضالتك. جميل. بالإضافة يا أستاذ الفاضل، يعني حين نقرأ قول الحق ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. كيفية المواجهة فضيلة الشيخ، يعني هذا الجزء الشرعي في الموضوع والتأصيل الديني لحرمة استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، لكن هي حالات حدثت يعني بالفعل في محافظات عدة، كيف تواجهون ذلك؟ هي ليست بالكثرة برضو، يعني بالمناسبة وإحنا عندنا بدأت بمسجد النور، مسجد النور في العباسية، مسجد النور بالعباسية. وفي حقيقة الأمر يمكن بدأت فضيلة الشيخ محمد حسان رجل يعني الدعاية السلفي نحترمه ونجله. الحقيقة كان طلب من معالي الوزير وفي حضوري أنا إن هو يقوم بخطبة الجمعة في مسجد النور، والحقيقة الرجل كان يعني نيته خالصة وصادق القول. والحقيقة إحنا الحقيقة برضو بنؤكد على أمر هام، إحنا ما نقدرش نمنع حد من دخول المسجد ونمنع حد من خطبة الجمعة، لكن من خلال القناة الشرعية والقناة القانونية. أولا إحنا لا نستطيع أن نحكر أو نحجر على أحد أن يؤدي رسالة الدعوة ما دام مؤهلا لهذا الأمر. يعني اسمح لي، يعني أي شخص من الممكن أن يصعد لأي منبر في أي مسجد ويخطب الناس في صلاة الجمعة؟ تتوفر فيه شروط الداعية، تتوفر فيه شروط الداعية، ومن خلال بقى من خلال القنوات الشرعية. إحنا لابد أن نؤمن بالنظام ولابد أن نؤمن بالقانون. وزارة الأوقاف هي المنوطة بشأن الدعوة، ووزارة الأوقاف يعني لها حق الإشراف على جميع المساجد بما فيها المساجد المنضمة للأوقاف والمساجد الأهلية والمساجد المؤسسات. الحق في الإشراف على مساجد الجماعية الشرعية وأنصار السنة. نعم وهم يعلمون ذلك جيدا، يعلمون ذلك. ومن يريد أن يؤدي خطبة الجمعة أو الدروس الدينية أو المحاضرات أو الندوات لابد أن يحصل على ترخيص من وزارة الأوقاف. اسمح لي، شكل الإشراف ده شكله إيه؟ يعني ده أحد الأحزاب الإسلام السياسي إذا صح التعبير أقام يعني مؤتمر أو ندوة داخل المسجد للدعاية لحزبه، يعني ماذا فعلتم في هذه الحالة؟ طبعا يعني أولا هناك القانون لابد أن يكون ملزم لنا جميعا، القانون. وبعدين يعني سيدنا رسول الله ما سابش الأمر همج. لا يعني اسمح لي، أنا مش عايز أروح للجانب الشرعي وحضرتك وضحته في بداية الحلقة، لكن الجانب الإجرائي. لا الجانب أنا أتحدث عن الجانب الإجرائي، يعني أنتوا دلوقتي في مسجد ما وهو معروف أقيم فيه مؤتمر لأحد الأحزاب، ماذا فعلتم؟ يعني ماذا فعلتم أنتم كوزارة الأوقاف وهي المشرفة على جميع المساجد في مصر كما تقول، حتى غير المنضوية تحت وزارة الأوقاف؟ ده قانون الدولة. أولا هذه الوزارة تشرف عليها وزارة الأوقاف من الناحية الإدارية والناحية الفنية وخلاف ذلك. المفروض أي واحد عاوز تصريح خطابة، وإحنا الحقيقة لدينا 50 ألف إمام، نعم، ومئة ألف مسجد، يؤدي 45 ألف إمام، ولدينا تحت يد وزارة الأوقاف ما يسمى بضم المساجد والزوايا ما يقرب من 100 ألف و10 آلاف مسجد وزاوية. 100 ألف و10 آلاف. لنستكمل البقية مني علماء الأزهر وخريجي الجامعات الأزهرية الأخرى، مش الأزهرية فقط، يعني عندنا دار العلوم وعندنا الحقوق، طالما مؤهل للدعوة يعني تعقد له مقابلة مع تصريح من وزارة الأوقاف للخطابة. نعم، وبنتلمس فيه شروط الداعية، خلاص بياخد التصريح. وأنا عايز أقول التصريح ده له يعني أولا سند قانوني وسند شرعي. اسمح لي يعني أرجو أن ترد على سؤالي. دلوقتي أحد المساجد استخدم كدعاية سياسية وهناك مؤتمرات
فعلا عقدت داخل نعم. المساجد نعم. سواء في القاهرة أو في غير القاهرة. ماذا فعلت وزارة الأوقاف في هذه الحالة؟ يعني كانت حاجة للإعلام الحقيقة يعني. حضرتك أولا هناك إشارة وهناك تأكيدات وهناك كتابات لدى جميع مديرية وإدارات الأوقاف بأن ممنوع منعا باتا استخدام المساجد في الدعايات الانتخابية، ممنوع صعود المنابر لغير المصرحين، ومن يعني لو في إمام ساعد أو أهمل هذا العمل بيتم التنبيه عليه أولا، ثم يحال للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية معه ثانيا. لكن الحقيقة إحنا بنعذر الأئمة، هو في بعض المساجد فعلا استبيحت حظيرتها وقدسيتها من البعض، وأنا بقول ده مخالف ولا للشرع، وده نقطة عاوز أأكد عليها، لأن وزارة الأوقاف المنوطة بالدعوة مش عيب أبدا أن أي داعية يجي ويقول والله أنا عايز أخطب في المسجد الفلاني، أو أن أنا عاوز أبقى خطيب مكافأة، ياخد السند القانوني الكرنيه اللي بتديه وزارة الأوقاف طالما هو مؤهل لهذا العمل، بالإضافة للسند الشرعي. يعني إحنا بنتعلم من رسول الله، وأنا بدعي الإخوة اللي هم يعني البعض اللي استباح هذه المساجد وادى الحق لنفسه ان هو يصعد المنبر ويعقد الندوات، اقول له لا بد وان نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم. حقيقه كلنا عارفين الرسول لما فتح مكة، ودي الحقيقه يعني الموقف ده يجب ان تستفيد منه مصر الان، وخاصه ان احنا نعيش عهد الصراعات وعهد التخوين وعهد التعليم. الإجراء القانوني، يعني هل لكم أن تتخذوا إجراء قانوني تجاه نعم. يعني فئة ما استخدمت المساجد في دعوة نعم. انتخابية؟ الإجراء القانوني المفروض أي واحد بيستخدم ده في قانون دولة بالمظاهرات خاص بالمظاهرات، وفي قانون بتاع صعود المنبر في حبس، اللي بيصعد المنبر بدون ترخيص وعنوة في حبس. لكن الحقيقة البعض استغل ما بعد الثورة والظروف الأمنية اللي بنعيشها، أنا مش عايز أقول انفلات أمني، عايز أقول في ظل الغياب الأمني الكل طبعا اسمح لي حتى أو البعض لم يقدر الظروف التي تمر بها البلد، وكان المفروض من هؤلاء وهم علماء دين أن يحترموا قانون البلد وأن يراعوا الظروف التي تمر بها في مساجد بعينها يعني بالفعل استطاع يعني نعم. ان يستولي عليها او ان تستولي عليها بعض التيارات الاسلاميه. لا هو مش استيلاء بمعنى الكامل يعني على سبيل مسجد النور الخطيب الذي يقوم باداء خطبه الجمعه يعني احد علماء منع لا 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 هو الشيخ احمد تركي منع لكن جاء البديل. وطبعا احنا يعني انا عايز اقول ان وزاره الاوقاف في ظل الظروف دي برضو مش عايز تأجج مشاكل وكون طرف في مشاكل، وإحنا يعني بنراعي الظروف وعايزين يعني نلم الشمل ونعمل على وحدة الصف في ظل الظروف اللي إحنا عايشين. مواصفات المسجد اللي بيضم لوزارة الأوقاف إيه؟ إجراءات الضم أولاً ده فيه شروط ودي حقيقة سريعاً يعني بمناسبة إن إحنا بنتكلم عن قانون دور العبادة الموحد والكلام ده، إحنا بنتكلم أولاً هناك شروط عدة مجلس الوزراء يعني قانون من أهم هذه الشروط من أهم هذه الشروط إن ودي مهمة جدا إن كل أرض غير مغتصبة الذي يقام عليها صحيح. إن ما تكونش أرض زراعية، ودي طبعا إحنا بنعمل برضو على حماية الزراعة في بلدنا في وقت إن إحنا كنا بلد زراعي وتحولنا إلى بلد بيستورد رغيف العيش. أيضا بالراعي ان مساحة المسجد تكون معقولة مش اقل من 175 متر المساجد وللزوايا 50 متر. الزوايا الحقيقة الان الحمد لله يعني احنا مش عايزين نضم الزوايا تحت المساجد لان تحت احنا تحت العمارات تحت العمارات لان احنا بنؤمن بالمسجد الجامع اللي به ملحقات اللي لان المفروض المسجد ده بيجمع اكبر قدر من الناس أو اكبر مجموعه ضد انتشار الزوايا اللي هي موجوده تحت المساجد فضيله الشيخ. رساله المسجد ايه يعني انا هي نقطه هل انتوا ضد انتشار زوايا تحت العمارات؟ والحقيقه ده حادث كتير في كثير من المناطق تحديدا يمكن في القاهره بدأنا ننتبه لذلك ان شاء الله، وحاليا لا نقوم بضم الزوايا لكن إن شاء الله تترك ولا نشجع على قيامها. وحتى الحقيقه يعني كان هناك بعض الزوايا التي لا تؤدي دورها وما فيهاش يعني رواد كثيرون،
بدأنا الحمد لله يعني من في عهد الدكتور محمود حمدي زقزوق ان احنا نبعت يعني حصرنا هذه الزوايا العدد وارسلنا لدار الافتاء المصرية، لان مش ممكن ابدا باي حال من الاحوال نلغي زاوية او مسجد بيأدي رسالة الا من خلال اسباب معينة واسباب دينية. فالحقيقة رجعنا لدار الافتاء المصرية وافتت باغلاق عدد من الزوايا وتم اغلاقها بالفعل لان ما بتأديش رسالة. الهدف من عمليات الضم ايه؟ الهدف من عملية الضم الحقيقة حفاظا على قدسية المسجد رقم واحد، رقم اثنين نشر الوسطية والاعتدال، لان الحقيقة لما الامر بيترك لكل من يعني لكل من اراد واصحاب المصالح الخاصة ويصعد المنبر الجهال وغير الجهال واصحاب المصالح الخاصة، فضم المساجد الحقيقة في مصلحة كبيرة للدعوة ولأبناء مصر وللمسلمين عامة. ويمكن أنا حضرتك القرآن الكريم بيّن هذا الأمر، يعني حين نقرأ قول الحق سبحانه مش أي واحد يدعو إلى الله، يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم أمره ربه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هنا العلم الممزوج بالتقوى، العلم يعني يكون عالم ويكون ورع ويكون تقي. اسمح لي، هذا من يصعد المنبر. واضح ان انتم بتضموا مساجد لكن لا تمتلكوا الامكانيات بعد ذلك، يعني كل ما لديكم 50,000 خطيب وامام، والواقع الان ان لديكم اكثر من 100,000 مسجد، وبالتالي ما عندكمش امكانيه لعدد من الائمه والخطباء، حتى الامكانيات الماليه ضعيفه للحقيقه، يعني رواتب الائمه والخطباء ضعيفه جدا، ويعني اشتكوا مر الشكوى، كانت لهم وقفات احتجاجيه كثيره في هذا. اذا لماذا تضمون المساجد وانتم لا تمتلكون الامكانيات لهذا الضم؟ لا ان شاء الله بنملك الامكانيات. اولا يعني بالمناسبة بقى بنطالب وزارة المالية وبنطالب مجلس الشعب والموازنة ان برضو يعني يعتمدوا ميزانية جيدة لهذه المساجد. الامر الثاني كما قلت لحضرتك احنا نغطي هذه المساجد بمن؟ اولا علماء الازهر، عدد كبير جدا منهم المعاهد الازهريه ما شاء الله عندنا عدد كبير، يعني احنا بنستعين بوعاظ الازهر اولا. وعاظ الازهر بيأدوا دورهم ورسالتهم داخل مساجد الاوقاف. بالاضافه لعلماء الازهر هناك الاساتذه وهناك علماء الازهر وهم كثيرون بحمد نستعين بهم، بالاضافه لان علماء الامه من حملت يعني عندنا خريج هندسه، عندنا خريج حقوق، عندنا وهؤلاء على مستوى جيد ولديهم القدرة. أيضا عندنا المراكز الثقافية، يعني واحد خريج كلية الهندسة من الممكن أن يكون خطيب في مسجد؟ لا مانع مطلقا، وبعضهم ناجح جدا وبيأدي دور دعوة، في شروط لكده نعمل له مقابلة. في شروط ل يعني أولا لابد أن يكون حافظا أقل حاجة خمسة أجزاء من كتاب رب العالمين، أن يكون بليغا وأن يكون خطيبا ويتمتع بالموهبة الدعوية وتعرض لاختبارات شفوية تتم مقابلة له بمعرفة لجنة وتجيزه. فالحقيقة الحمد لله ما فيش مشكلة أبدا في تغطية هذه المسائل. في النقطة دي ليه دايما خطباء الأزهر أو الأوقاف يعني هناك اتهام موجه لهم واتهام شديد للحقيقة بالضعف الشديد، يعني مقارنة بخطباء الدعوة السلفية والتيارات الإسلامية الأخرى؟ أنا عايز الشارع المصري هو الذي نحتكم إلى الشارع المصري، بل نحتكم الى الجاليات. لا، الشارع المصري يعني جزء منه كبير رايح في اتجاه خطباء التيار السلفي للحقيقه، لو احنا نحتكم من الشارع يعني. من شان الاخوه الاخرين، لكن انا عايز اقول لحضرتك الشارع المصري لمس خلال الفتره السابقه ما بعد الثوره، انا يعني معلش ده واضح بان هم في حاجه الى خريجي الازهر الشريف وعلماء الازهر الشريف وعلماء الاوقاف الاقوياء، لان يعني في كل مؤسسه فيها الغص وفيها السميع، دي حقيقه. بس الحقيقه بعد 98 وبعد نظام الاعلان لمسابقه الائمه، انا لدي ائمه متميزون لابعد حد بفضل الله سبحانه وتعالى. ويمكن اتمنى يعني انا ما هو الدكتور مظهر شهيد،
طب ما هو ده ابن الاوقات. صحيح الاعداد قليله، اسمح لي يعني اسمح لي الاعداد قليله، حتى نجوم الفضائيات اللي هي يعني فيما يخص الفضائيات الدينيه يعني مش من الازهر الشريف، معظمهم من التيارات الاسلاميه الاخرى خاصه التيار السلفي، يعني وحتى اصبح هناك قنوات كثيره للتيار السلفي. يعني انا مش عايز اطعن في حد، اولا القنوات الفضائيه هي تختار من تختار، لكن انا عايز المساحه الدينيه تبقى لعلماء الازهر، لان الحقيقه ده تربى على الوسطيه، تربى على الاعتدال، تربى. انا لا 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 يعني انا ما الطرف الاخر او النقيض الاخر ده داعيه ونثمن دوره، لكن انا عايز اقول لك برضو الشارع المصري حس بالمراره ما بعد الثوره، وانا يمكن وحضرتك عارف الكلام ده كويس من الغلو والتطرف الى اخره. اسمح لي انا بس بدلل ليه حضرتك، لاني الدلائل كثيره على ان يعني جزء من الشارع المصري ذهب وراء هذه التيارات الدينيه، بغض النظر يعني لا نقيم هذا الان، حتى في يعني المشكله التي حدثت مؤخرا بين مفتي الجمهوريه الدكتور علي جمعه والشيخ الحويني وهو من كبار دعاه السلفيه، العدد الذي نزل لمؤازره الحويني يعني عشرات الالاف، لم نجد هذه مثلا التظاهرات خلف المفتي. حضرتك لازم تعرف بان الاسلام، يعني انا برضو من خلال قناه الجزيره اناشد الاخوه السلفيين والشيخ ابو اسحاق الحويني، واناشد برضو فضيله المفتي، يعني الحقيقه كلنا نعرف ان المفتي حقيقه ظلم في هذا الامر، ظلم في هذا الامر، يعني احنا عمر الاسلام ما كان ظلم من قبل من؟ يعني الشيخ الحويني؟ معلش يعني انا يعني ده واضح، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان الاسلام والدعوه ما كانت في يوم من هذا بهذا الشكل وبهذا المضمون ابدا باي حال من الاحوال. انا اناشد الاخوه، الدعوه محبه، صفاء، نقاء. الرسول عمر ما هاجم حد، حتى أصحاب المعاصي والسيئات والمنكرات ما بالوا أقوام يقولون كذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني دائما وأبدا يعني من نصح أخاه سرا فقد زان، ومن نصح يعني لو فرض حتى الدكتور علي جمعة أخطأ، ما ينفعش إن احنا نتكلم في الفضائيات ونقول الدكتور علي جمعة لكن أخطأ. يعني وقال بعض التجمعات الآن تطالب برحيل الدكتور علي جمعة، وبعض التيارات السلفية تطالب برحيل، ما هو لو برضو الدكتور علي جمعة خطط وحب برضو يكون له أنصار هيخرج له آلاف مؤلفة، لكن احنا أنا بناشد الدكتور علي جمعة إن احنا التسامح، وبناشد الأخ أبو إسحاق، ما ينفعش عمر مصر ما كانت في يوم من الأيام بهذا الشكل. مصر هي الأم الرؤوم للدول العربية والأمة الإسلامية، وكما يعني نقول بأن الأزهر هو قبلة العلم والعلماء. يعني ترى أن الشيخ أبو إسحاق الحويني أخطأ عندما يعني تحدث بشكل أو آخر في حق يعني الشيخ علي جمعة؟ يعني أرجو أن يراجع نفسه، لكن وصول الأمر للمحاكم ويعني التقدم للمحاكم من قبل الشيخ علي جمعة دكتور علي جمعة، هل هذا أمر صحيح؟ والله أنا أعتقد لو الأمور صارت الدكتور علي جمعة كان يتنازل عن هذا الأمر، ما لأن أنا أعرف الدكتور علي جمعة لا يجنح إلى دايما راجل هادئ واطباع، وانا يعني انا كما قلت بان مصر هي قبلة العلم والعلماء. الحقيقه يعني نشوف علماء العالم الكل بيشيد بشان مصر ما بعد الثوره، احنا يعني احنا كعلماء ما نقلش بعض. اسمح لي حضرتك، مش متخوف من الصعود المتنامي للتيار الاسلامي وتحديدا التيار السلفي بعد الثوره؟ ما هو نفهم السلفيه، ابن تيميه ما كان سلفي. السلفية الصحيحة لا أحد يمكن أن يقف في وجهها بأي حال من الأحوال. السلفية الصحيحة هي تأخذ عن الرسول وعن الصحابة وما تراه الآن يعني فيما يخص التيارات السلفية. يعني النهاردة اختلط الحابل بالنابل، يعني هناك بعض الفتاوى مش عايز أذكرها لا يمكن أن تتصادم تماما مع توجيهات الإسلام السمح وتنسب إلى بعض السلفيين. غير متخوف من صعودهم ولا متخوف؟ لا، تيار الإسلام المعتدل نحن معه ونعاون. من هو التيار الإسلامي المعتدل من وجهة نظرك؟ تيار السلفي أم تيار الإخوان، الجماعة الإسلامية؟ شوف التيار الإسلامي المعتدل صاحب منهج دعوي
الإسلام حدده قننه رسولنا صلى الله عليه وسلم، ودعا إليه القرآن: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن من هذه الجماعات الأقرب للاعتدال من وجهة نظرك؟ والله يعني أعتقد يعني هناك الحياة، يعني أنا بجلس مع بعض السلفيين، وأنا يمكن أقرب في صلة مودة بيني وبين الشيخ محمد وبعض الإخوة السلفيين، يعني بجد أفكار جميلة وجيدة. ويمكن الشيخ محمد حسان كان له دور كبير في، يعني هو فرد، لكن من يعني الأقرب من هذه الجماعات، التيار السلفي؟ أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، نواصل معكم هذه الحلقة من سياسة في دين مع فضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس قطاع الشؤون الدينية. أهلا بك مرة أخرى معنا فضيلة الشيخ. نتحول لموضوع آخر، الحقيقة هو موضوع مهم خاص بالأمن واختيار أئمة المساجد. كان من المعروف أثناء فترة النظام السابق أن جهاز أمن الدولة المنحل يتدخل في اختيار أئمة المساجد، هل تحول الأمر الآن إلى جهاز الأمن الوطني وله دور أيضا في اختيار أئمة المساجد؟ يعني بداية نؤكد على حقيقة هامة، وهي أن جميع المؤسسات في الدولة، يعني على سبيل المثال النيابة أو كلية الشرطة وكذا بقية المؤسسات الأخرى من وزارة التربية وتعليم وخلافه، أولا كان بيتم عرض الأسماء التي تم أو المرشحة للعمل الدعوي أو للنيابة أو غيرها على المؤسسة الأمنية. وطبعا كان الهدف من ده، كان الهدف تحديدا فيما يخص اختيار الأئمة، يعني حسب ما كان متعارف عليه إقصاء بعض المتشددين أو يعني أصحاب بعض المشاكل أو المنتمون لجماعات إلى آخر الإخوان قبل التعيين. قبل التعيين يعني كان المرشحون قبل التعيين، أما بعد التعيين فده صار إمام أنا مسؤول عنه، وأنا أراهن بأنه كل من تم تعيينه بوزارة الأوقاف ده أصبح أنا مسؤول عنه أمام الله، ولا يمكن أن يقترب منه أحد. اسمح لي هناك فضل. أئمة كثيرة وأسماء معروفة أوقفت بعد التعيين من قبل أمن الدولة، أوقفت عن العمل وأوقفت عن الخطابة، لا وحتى هناك قضايا كثيرة رفعت ضد الأوقاف في هذا السياق. في فرق بين اللي أنا يعني بذكره وبين ما اللي أشرت إليه حضرتك. أنا أقول قبل التعيين، التعيين معناه أن الأسماء بترسل لأمن الدولة أو أمن الدولة بيتتبعها عن طريق الأمن، مش عن طريق القطاع الديني، ودي حاجة أنا أؤكد عليها، عن طريق الأمن. الأمن في الوزارة بيتكلم مع أمن الدولة، بيتم إقصاء بعض الأسماء قبل التعيين. كان الإقصاء لأن بعد التعيين من حقه أن هو يرفع دعوة ومن حقه أن يعمل. يعني أنا مش هدخل في جدال في النقطة دي، لكن حتى قبل التعيين، يعني هل ترى أن ذلك الأمر أمر صحيح أن تعرض الأسماء التي ستعين كخطباء في المساجد من قبل وزارة الأوقاف على جهاز أمن الدولة؟ ده هو كان النظام السائد كما قلت في جميع المؤسسات، ووزارة الأوقاف مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة. شايف أن ده كان نظام جيد؟ لا طبعا، نظام صحيح؟ لا طبعا طبعا، يعني الأمر يوكل لأهله، وكل وزارة المفروض أنها هي التي تقول هذا يصلح وهذا لا يصلح. ليه حضرتك مبقاش في تدخل أمن؟ ليه ما اعترضتش على ده قبل كده؟ يعني ليه ما رفضتش أن يعرض أسماء، ولا ده كان نظام صعب الاعتراض عليه؟ لا يعني هو حضرتك أنا ده نظام معمول به لدى جميع مؤسسة الدولة، مش حاجة شوقي عبد اللطيف يعترض. أنا أعترض متى وأين؟ إذا صار الإمام معين لدى شوقي عبد اللطيف أو لدى وزارة الأوقاف، وده اللي أنا يعني الكل يعترض. حدث بالفعل؟ حدث بالفعل، يعني أمن الدولة حاولت توقف أحد الأئمة المعينين وحضرتك وقفت أمام ده؟ بحيلهم إلى ما يسمى بباحث دعوة، وده حتى يعني أنا جيت حين توليت، وده طبعا مش فخر لي ولا حاجة، وأذكره باعتزاز دون تفاخر، حين توليت رئاسة القطاع الديني الحمد لله رب العالمين كل من تم إحالته إلى طبعا بهمشهم دعويا
وكان البعض يحال إلى عملية أعمال كتابية. هؤلاء من قبل أمن الدولة. من قبل أمن. هؤلاء حضرتك معترف أن أمن الدولة كان يتدخل. لا لا مش إلغاء تعيين. مش إلغاء يعني إلغاء العمل الدعوي لدى هؤلاء. يعني أقول لك ده ما طلعش المنبر. وكان هذا هؤلاء بالفعل أنا ما فيش واحد عرفته إلا وتمر، وطبعا يشهد بذلك الواقع وكل مدير الأوقاف. وأنا أرسلت لهم مكتوب يؤكد بأن أمن الدولة ليس له أدنى تدخل في عملنا الدعوي، والكلام ده تم تطبيقه وعمله، وتم عودة كل من وحيل. اسمح لي، يعني كان يقال كلام انا الحقيقه مش عارف صحته، ان حتى خطب الجمعه كانت بتاتي موضوعاتها من قبل امن الدوله. لا لا، هذا غير صحيح بالمره، وانا اراهن على هذا، والله شهيد على ما اقول. ابدا كنا ندع للامام كيف يختار الخطبه اللي هيؤديها، وما زال حتى الموضوع شوف يعني انا عن نفسي انا اشتغلت في الدعوه من 75، ما فيش يوم من الايام حد وجهني ان انا اقول على المنبر كذا، وكنا بنتكلم ونقول حقائق يعني ما كانش هذه شهادته حق. يعني انتم كنتم تتحدثون الى الائمه على نظام الحاكم لم يملى على امام او اداره او مديريه خطبه بعينها ابدا، الا في بعض المناسبات الدينيه او في بعض المسائل التنمويه او خطوط عريضة لأداء خطبة الجمعة. طيب. يعني أي مناسبة مثلا، عيد وطني. طيب. دعنا نترك الماضي. طيب. الآن هل الأمن الوطني يتدخل في اختيار أئمة المساجد؟ لا أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، وأنا أيضا أراهن على هذا الأمر. بعض الذين رفضهم الأمن حتى في مسألة التعيين، أمن الدولة السابق المنحل، يعني في دفعة تم تعيينها بعد الثورة، كل من نجح في هذه المسابقة تم تعيينه، وأنا أراهن على هذا الأمر. نعم. ومسؤول عنه أمام الله. نعم. في للحقيقة في تصريح كان لوزير الأوقاف الأسبق، حتى هو كان وزير أوقاف بعد الثورة أيضا، دكتور عبد الله الحسيني. نعم. قال في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير، هناك مستجدات كل يوم، ولذلك حرصنا بالتنسيق مع وكلاء الوزارة وتحديدا فضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف. نعم. وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع الدينية، على أن نختار موضوع الخطبة المناسب. نعم. للظروف. نعم. التي تمر بها الأمة، ونختار الموضوع الملائم للظروف والتوقيت. يعني كلام ده كلام جميل. لا ده صح، يعني حتى سمى حضرتك بالاسم ان كنتوا بتنسقوا حضرتك وتفرضوا موضوعات معينة الثورة في. نعم. موضوعات يعني كان في غياب أمني، في تخوين، في تعميم، فيه فساد، فيه بلطجة، لابد ان احنا نوجه امتنا في هذه الفترة، وده عمل نحمد عليه، وده كان شيء مهم للغاية، ده حقيقي. دعنا نذهب لموضوع اخر، هو موضوع ما يسمى بالفتنة الطائفية. البعض يرى أن الخطاب الديني كان سبب، الخطاب الديني المتشدد من قبل بعض التيارات وبعض الخطباء كان جزء من السبب في اشتعال الفتنة الطائفية، والحقيقة من الطرفين المسلم والمسيحي. نظرتك لهذا الأمر؟ أنا للآن أؤكد بأنه ليست هناك فتنة طائفية في مصر، وده واقع وحقيقة. مصر لم تمر حتى الآن بما يسمى بالفتنة الطائفية، ممكن يكون احتقان طائفي. يعني الحقيقة احنا بنحول بعض المشاكل لغرض، لحاجة في نفس يعقوب قضاها، إلى ما يسمى بالفتنة الطائفية. أبدا ما فيش ما يسمى بالفتنة الطائفية، كلها مشاكل يا إما شخصية يا إما مالية يا إما إدارية، يعني بيبقى خلاف بين واحد مسيحي زي ما يحدث كما يحدث الخلاف بين مسلم ومسلم، حتى في البيت الواحد بيحدث خلاف بين الأخ وأخوه، بين الزوج وزوجته. هذه الخلافات هي التي تحدث الحقيقة، ويمكن لو تتبعنا أي حدث هنجد هي مشاكل إدارية أو مشاكل عائلية أو مشاكل شخصية أو مشاكل مادية، أو في معركة على شركة معينة، على حتة قطعة أرض معينة، على مش عارف إيه، يعني وإحنا يعني كلنا عارفين ولدينا تلك المعلومات، كان بيحصل إن في خلافات بين شاب أو في حب أو في غرام أو في خطأ من واحد مسيحي أو واحد مسلم ضد فتاة مسلمة أو ضد فتاة مسيحية، تم معظم المشاكل نشأ من هذا،
بنوظف فيه الفتنة الطائفية. لماذا؟ يعني حتى رغم صغر هذه المشاكل أن تتحول لأحداث كبيرة، ده معناه أن هناك حتى احتقان طائفي زي ما حضرتك قلت. في احتقان طائفي موجود، في احتقان طائفي. مين السبب في هذا الاحتقان؟ طب ليه ما نقولش الإعلام سبب مباشر مش الخطاب الديني؟ احنا كلنا بندعو إلى الوسطية. يعني كيف الإعلام سبب بعض مباشر؟ أجهزة الإعلام بعض أجهزة الإعلام بتؤجج نار الفتنة للسبق الإعلامي ولا الشهرة الإعلامية. تقصد مثلا الفضائيات الدينية التي انتشرت الآن؟ بعض الفضائيات في متطرفين من الطرفين برضه. طب انا يعني لسه احدى القنوات المسيحيه الحقيقه انا يعني الحقيقه واناشد البابا شنوده واناشد الاخوه المسيحيين والنشطاء السياسيين المسيحيين، طب ما سايبين القناه دي ليه؟ لابد ان الحقيقه تجاوزت كل الحدود، في سب للرسول وفي سب للاسلام وفي سخريه بالعلماء وسخريه بالصحابه وسخريه بالكتب المقدسه. جميل. هم من على الجانب الاخر بيقولوا هناك فضائيات اسلاميه ايضا حضرتك تكفر برضه اناشد هذه الفضائيات. اولا يعني انا اؤكد على عده حقائق. احنا حين نتحدث عن المسيحيه او نتحدث عن اليهوديه او بعض الاديان الوضعيه نتحدث من خلال مصادر موثقه لابد ان نؤمن بها، واذا لم نؤمن بها فقد خرجنا عن نطاق الإسلام. جميل. الإسلام أمرني بإيه؟ أمرني بإن أنا أحترم الطوائف الأخرى، أحترم الأنبياء والمرسلين. ده إحنا إذا تجاوزنا الحد ضد أو مع إمام أو نبي من الأنبياء السابقين بنخرج عن بنخلع عن نفسنا رقة الإسلام. قلت جزء من المشكلة فيما يخص الاحتقان الطائفي في مصر كان سببه الإعلام. بالمناسبة إيه رأيك في تغطية يعني التلفزيون المصري لأحداث مسبيرو وهو تعرض لنقد شديد جدا؟ لا والله هو الحقيقة يعني أنا أولا الحقيقة أنا ما سمعتش اللي قاله التلفزيون المصري أو القناة الأولى أو الثانية أو الفضائية. ما تابعتش الأحداث عن طريق التلفزيون؟ لا أنا تابعت الأحداث، لكن يعني الاتهام الصريح بأن أجهزة الإعلام أججت المشكلة واستعدت البعض على الإخوة المسيحيين، إذا كان هذا الأمر تم فيبقى محل دراسة ومحل تحقيق وأنا أرفضه. لكن أنا ما شفتش هذه الواقعة الحقيقة يعني. لكن أنا 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 بقول ما كان يحدث هذا، أولا الإخوة المسيحيين لهم حق التعبير، لكن أنا شايف أن ظروف البلد صعبة وحق التعبير ده لابد أن يتم عن طريق البابا شنودة وبعض الإخوة المسيحيين مسؤولين عن طريق يعني البابا الإعلام المسيحي في الكنيسة. يعني أنا آسف يعني ليه عن طريق البابا شنودة؟ يعني هي كثير من الأحيان تكون سياسية والبابا شنودة رمز ديني. لا يعني هو رمز ديني، لكن رجل حكيم وخبير ببواطن الأمور. وأنا ليا مطلب، أنا أولا ضد الوقفات الاحتجاجية الهوجاء فقد أتت على الأخضر واليابس. أنا مش من حق كل واحد يعبر عن رأيه في مصر، يعبر عن رأيه من خلال قناة شرعية، من خلال مظاهرة حضارية، من خلال إنبا التخريب واللي بيتم والسباب واللعان والهتافات العدائية. ده هذا لا يقره الإسلام ولا يمكن أن تفعله دولة حضارية بأي حال. اسمح لي حضرتك، شايف أن دور البابا شنودة لا يجب أن يكون في نطاق الدور الديني والروحي فقط لكن يتعدى حتى للدور السياسي؟ يعني ويكون هو دور السياسي يكون له دور سياسي؟ لابد أن يكون له دور سياسي وله دور سياسي ودور وطني. هل هذا صحيح؟ ملموس يعني أن يكون البابا شنودة له دور سياسي بجانب الدور الديني ونختزل المسيحية المصرية في البابا شنودة؟ احنا بقى يعني احنا تجاوزنا العصور الوسطى. العالم او رجل الدين المسيحي لابد ان يكون له دور سياسي بغض النظر عن البابا شنودة، والبابا شنودة له اسمه وله تاريخه الوطني، فالمفروض يعني ان شاء الله بننتظر منه. حرمت ده على, على 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 بعض التيارات الاسلاميه ان هي يكون ليها دور سياسي ومن خلال المساجد يكون ليها هذا الدور، ليه النهارده ليه دلوقتي بتمنح هذا الامر للبابا شنودة؟ لا حضرتك انا اللي انا بقى في فرق، ما نخلطش الامور. اولا انا طلبت البابا شنودة باعتباره راجل متحدث رسمي باسم الساده المسيحيين وهو البابا لكل المسيحيين،
فهو يعني الحاسة الوطنية. طب أنا ما أنا أطالب الإخوة السلفيين وأنا بقولهمش من داخل لابد أن يضيفوا للوطن ولابد أن يعملوا من أجل يعني حماية الوطن. يعني الأحزاب السياسية هي التي تعبر عن المطالبات السياسية لفئات المجتمع وليست دور العبادة ورجال الدين. يعني أنا في مجلس وحضرتك أقررت ده في بداية الأمر إن هو يعني من يعبر عن الأمور السياسية الأحزاب السياسية ويعني والتجمعات السياسية والائتلافات، لكن ليس رجال الدين يعني أنا ده إحنا مطالب، إحنا ما نفصلش في فرق بين فصل السياسة عن الدين، وفي فرق إن أنا أستخدم الدين كوسيلة لتحقيق الأهداف الغير مشروعة عني بأي حال من الأحوال. هو ده المطلوب. أنا اللي بطالب بيه البابا شنودة إن هو المرجعية للإخوة المسيحيين ككل، وأي مطلب يعبر عنه البابا شنودة أو يعبر عنه الإعلام الكنسي ما فيش مانع أبدا، وفي ناس عقلاء وحكماء يعني حتى في النقطة دي كيف نفصل فيما يخص البابا شنودة بين ما هو سياسي وما هو ديني؟ البابا شنودة الكل عارف أن البابا شنودة له حسته الوطنية وله حبه للوطن، ويمكن له مقولة كلمة مصر بلد يعيش فينا ولا نعيش فينا. إذن يجب أن يكون لشيخ الأزهر أيضا دور سياسي وتعبير عن مطالبات سياسية، هل هذا صحيح؟ فضلت يعني وثيقة الأزهر ووثيقة العالم الإسلامي اللي عندها بعد وثيقة الأزهر، ما هذا دور سياسي ودور وطني. طيب نتحول الشيخ الأزهر يعني معروف وبيت العائلة لضيق يعني الوقت بمناسبة بيت العائلة رفض قانون دور العبادة الموحد وقال يجب أن يكون هناك قانون خاص للكنائس كما أن هناك قانون خاص للمساجد. رأيك في الموضوع؟ كلام جميل، لأن الحقيقة إحنا لدينا قانون بينظم بناء دور العبادة بناء المساجد كمسلمين. أيضا يجب أن يكون لهم قانون خاصة إن في يعني بعض الأحداث الأخيرة وما قبلها فيما يتعلق ببناء الكنائس، يعني يجب الإسراع بإعداد قانون يتلائم مع حقوق الإخوة المسيحيين برضو والمسلمين في الوقت نفسه. يعني بنسبة الحديث عن دور العبادة، لماذا هناك إصرار من قبل وزارة الأوقاف لغلق المساجد بعد كل صلاة، بعد انتهاء كل صلاة؟ يعني لماذا لا يكون الأمر كالكنائس، يعني هي مفتوحة طوال الوقت؟ هو الحقيقة المفروض في المساجد أن تبقى أبوابها مفتوحة على مر الصلوات الخمس. وإن مانع في ذلك ده حضرتك رئيس حتى القطاع الديني والمسؤول عن ذلك، يعني دي الحقيقة. لكن الحقيقة هناك بعض يعني كلامنا كان موجود يمكن من 20 سنة، لكن الآن بعض الشباب المنحرف وخاصة المساجد الملاصقة للأسواق، والحقيقة بنشوف حاجات وبتحصل حاجات، ويمكن برضو في أمور يعني أنا مش عاوز أذكرها، لكن اسمح لي يعني حتى لو هناك شباب منحرف مش هيمارس الانحراف داخل المساجد، يعني في أماكن أخرى لكده يعني بس يعني في نقص في العمالة، ويوم أن تكتمل العمالة إن شاء الله ستظل المساجد مفتحة الأبواب. عشان أفتح أبواب المساجد لابد أن أعمل على حمايتها والحفاظ على قدسيتها، وهذا لا يتأتى إلا بتوفير العمالة، لكن أنا الحقيقة في نقص في العمالة، فالظروف الاقتصادية اللي تمر بها مصر إن شاء الله نتجاوزها ويتم تعيين عمالة. يعني بعد ما تمر هذه الظروف هيكون في فتح دائم للمساجد؟ إنما الأفضل إن بيوت الله تظل مفتوحة الأبواب طيلة اليوم كاملا وحتى ما بعد صلاة العشاء. نعم، أخيرا الأذان، قضية الأذان الموحد هل ستستمر وستضم جميع مساجد الأوقاف لما يعرف بالأذان الموحد عن طريق جهاز إلكتروني؟ لا، هو الحقيقة هي البداية بدأت منذ فترة، وكان الغرض تجربة كتجربة أولى، وتم فعلا الأذان الموحد في 4000 مسجد في القاهرة الكبرى. جميل. يعني بعض أجزاء من الأيوبية والجيزة ومصر أو القاهرة، لكن التجربة الحقيقة يعني هي ناجحة ولا غبار عليها، والحقيقة وجدنا في يعني الحقيقة
وجدنا صعوبات في عملية التنفيذ، وحتى انتهينا إلى الأفضلية، والحمد لله في الآن 4000 مسجد في القاهرة الكبرى. التجربة إن شاء الله سيتم في دراسة الآن تعميمها في الإسكندرية، لكن نظر للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد تم إرجاء الموضوع إن شاء الله. لكن حينما نتجاوز تلك الظروف الصعبة التي تواجهنا إن شاء الله هيكون في نظرة أخرى لتعميم هذا الأذان على مستوى الجمهورية ككل، لكن هو عمل طيب، لكن ستعمل ومحمود للحقيقة للدكتور محمود حمدي. شكرك، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ شوقي عبد اللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس قطاع الشؤون الدينية. شكرا جزيلا.